تجهيزات السفر من الأشياء المحببة لكل حد، ولكن شو عن استخراج الفيزا وأمور الجوازات؟ هالشيء بنعرف أكثر مع المتخصص في مجال الجوازات والتأشيرات نابغ سرور. حياك الله ومرحبا فيك في برنامج إكسبلور. مساء الخير لكم جميع المشاهدين، أهلا وسهلا. أول شيء نورتنا ونحن سعداء بوجودك ويانا. وأنا كذلك. مبدئيا خلينا نبدأ على موضوع الجوازات والتأشيرات. الواحد يكون عنده استرس يوم يبي يسافر، يخاف من موضوع الفيزا إنها تتأخر أو شيء. كلمنا أكثر عن هالموضوع. يعني هو حسب الجنسيات، ترى في جنسيات مثلا لا تحتاج الى فيزا، منها الجنسية الإماراتية. نحن نحكي على الجنسيات التي تحتاج الى فيزا عموما. يعني المشاكل الحالية اللي بيعاني منها الناس هي المواعيد. من بعد كورونا صار في بعد بالمواعيد، يعني انت مثلا بيكون بدك تسافر او عندك شيء بأوروبا مثلا او بأمريكا بشهر ابريل، بيكون المواعيد بعد 4 شهور او 5 شهور او حتى سنة. فهي احد العقبات اللي بتعاني منها الناس. وباقي الامور يعني الفيزا تحتاج لك يعني تحتاج لمؤهلات، في معايير معينه للفيزا لكل دوله، متطلبات، شروط معينه يجب ان يكون متقدم يعني محقق هاي الشروط حتى تطلع له الفيزا وما يصير في عنده رفض. يعني جميل. بشكل عام في ناس اصلا شو تقولك؟ تقولك انا مثلا ما بروح اقدم عن طريق مكتب، انا بقدمها الفيزا في البيت، يبي يوفر بعض الفلوس. هل هذا الشيء صحيح تنصح فيه ولا لا؟ في ناس اذا كان عندهم الخبره الكافيه يقدم الوثائق الصح اللي تطلبها السفارات بالطريقه الصح، ما في مشكله. يعني انا احد الناس كنت اقدم لنفسي زمان قبل ما ابدا بهالمجال يعني، ولم ترفض لي فيزا يعني. فالامر يعتمد على انت خبرتك بالمجال وهل تشتغل اوراق بشكل صح او لا. في ناس ما عندهم وقت يحتاج الى مكتب يرتب له اوراقه، في ناس بيكونوا مجرب بشكل شخصي يعني بيواجه رفض فبيرجع للمكاتب يعني. طيب لو انا وياك من نفس الجنسيه وانا في بلد وانت في بلد ثاني وقدمنا على نفس الدوله نفس الفيزا، نعم، هل ممكن انت مثلا تطلع لك ابكر عني او انا اطلع لي ابكر عني؟ وجود اقامه في بلد ثاني يعتبر افضليه. يعني اذا انا مثلا عايش في الاردن تمام وانت عايش هون تمام وعندك اقامه، اوكي، فانت لك بيكون لك افضليه كوجود اقامه في دوله ثانيه، لك افضليه لانه تكون هي اقامه عمل work permit. هذا الشيء بيعطيك فرصه اكبر ما تكون مقيم ببلدك نفسه، الا اذا كنت صاحب بزنس انت ببلدك نفسه ما بتحتاج إقامة. صح. الحين نعرف أن الإقامة الإماراتية من أقوى الإقامات الموجودة حالياً. شو الدول اللي أقدر أروح فيها بالإقامة الإماراتية؟ هلا الدول حالياً يعني المقيم الإمارات اللي يدخلها دون تأشيرة، دول معظم دول مجلس التعاون تمام دون تأشيرة فيزا أرايفل أو تقدم أي فيزا. في عندك أوزباكستان، جزر القمر، سيشيل، المالديف، ألبانيا بس في بعض الجنسيات مستثنى منها، مصر مؤخراً، موصلي هاي الجنسيات اللي بتدخل بموجب الإقامة الإماراتية على دول ثانية، إنه الإقامة الإماراتية بتأهلك للدخول على هاي الدول لأنك أنت مقيم بالإمارات. هذا شيء قابل يعني قابل للتغيير يعني، إنه ممكن يزيد الدول كمان. صح. شو الأوراق اللي أنا أرتبها أو أجهزها قبل ما أروح أقدم على أي فيزا؟ الأوراق تعتمد يعني كل سفارة لها متطلبات رئيسية، لكن الأوراق الأساسية لكل تطلبها معظم السفارات انك تورجيهم انك انت قادر تصرف على نفسك. هذا الشيء بيكون من خلال الحساب البنكي، من خلال مكان الاقامه هناك، انك تكون حجز فندقي او يكون حدا بعث لك دعوه وهو عنده بيت يستضيفك، حجز الطيران، الترافل انشورنس اللي هو التامين الصحي. هاي المين ريكويرمنتس يعني المتطلبات الاساسيه لما بدك تقدم لاي تاشيره. طيب في جوازات الحين نشوفها اللي هي الجوازات اللي يشترونها الناس، هل انت تنصح بهاي الجوازات؟ يعني حسب ليش انت بدك الجواز، يعني يعود الامر ليش انا بدي الجواز. هلا في ناس بيشتروه مشان بتكون هو من جنسيه عليها ريستريكشنز، مثلا ما بيفتحوا له حساب بنك تمام، فبيضطر يشتري هالجواز عشان يفتح حساب بنك، بيكون شخص صاحب بزنس. في ناس بده يروح يعمل اقامه بدوله جنسيته شوي صعبه، بيكون في كمان قيود فبيضطر يشتري الجواز مشان، وفي ناس مشان تسهيل السفر. يعني في ناس بيسافروا كثير فهو ما بضل يقدم على فيزا وعنده الملأ المالي، عنده مصاري، فبيروح بيقدم بيشتري هذا الجواز اللي هو investments، برامج يعني دول معلنة عنها مشان يسهل حركته. فالأمر يعود إنه ليش أنا بدي الجواز؟ أنت بتسافر مرة واحدة بالسنة، لا روح قدم على فيزا أحسن ما تدفع مبالغ طائلة يعني. صح. نعم. طب خلينا نتكلم شوي على الشنغل. إن في ناس تقولك أنا لما أسافر ممكن أقدم على المكان الفلاني أرفض، بس لو قدمت على دولة ثانية تنقبل. شو أحسن أو أسهل دولة تعطيني؟ ما في شيء سهل وفي شيء صعب، يعني في معيار ليش تحكمه عدة معايير، منها الجنسيه، مكان العمل، المنطلي الدخل الشهري تمام، البوزيشن تبعك، سبب الزياره. فلما انت تكون مثلا عندك لما تكون طبيب وعندك كونفرنس بالنرويج، فالنرويج هي اسهل شيء بالنسبه لك تمام، لانه عندك سبب. لما تكون رايح سياحه تختار الدول
الأكثر وجهات سياحية مثل فرنسا مثل إسبانيا مثل إيطاليا تمام، لكن ما في شيء صعب في شيء سهل. في دول يعني حسب متقدمين ما بياخذوا فيزا ولا على أي مكان، بيكون هو نطق كواليفايد فبيرفضوا لسبب شو ما كان جنسيته، إنه إحنا شاكين إنك رايح ومراجع، ما عندك هنا ثبات، ما عندك أرضية، ما عندك ستابيليتي، فبيرفضوا لسبب إنه هو مع إنه بيكون مقدم جميع الأوراق المطلوبة، لكن هذا يعني تقديم جميع الأوراق المطلوبة لا يعني إنه فيزتك لازم تنقبل، لأنه هم بدك تثبت لهم إنك أنت رايح وراجع. فالمعايير يعني كلمة سهل وصعب تعتمد على السبب وعلى الشخص المتقدم. طيب دائما تكلمنا عن الموضوع، أبغى أعرف شو الأخطاء اللي يقعون فيها أكثر الناس مثلاً في تقديم الفيزا؟ لا، عدم الأوراق تكون مشغولة بشكل غير صحيح، والجانب الآخر إنه أنت كيف بدك تقنعهم للسفارة المتقدم عليها إنك أنت رايح وراجع. هذا الشيء في سفارات بيكون من خلال انترفيو مثل السفارة الأمريكية، وفي سفارات تكون من خلال أوراقك بدك يعني من خلال أنت تعرف شو تحط أوراق وشو نوع الأوراق وشو الكواليتي بأشياء معينة. طيب الحين لما اروح اقدم على اي سفاره انا مسافر يقولون لي حط فلوس في البنك او خلي حسابك البنكي فعال او قوي. في مرات ناس تحط مبلغ وقدره وبعد يرفض، شو السبب؟ حسب يعني مثلا السفاره الامريكيه تختلف عن جميع السفارات بالعالم، هم اخر سفاره بيطلعوا على كشف الحساب تمام. هم هدفهم السفاره الامريكيه يعني الفيزا عندهم بنظره انه هم يعني الفيزا اوفيسر والكونسلر اوفيسر بيقابلك بيعطيك الفيزا أو بيرفضك من سؤالين أو ثلاث أسئلة بدون ما يطلع على أوراقك. في سفارات تطلع بدها مصدر المال تمام، إذا ما بين مصدر المال حتى لو حطيت مليون دولار بيرفضوك. في سفارات بس شوفوا في مبلغ جيد في عندك شيء ترجع له هون بيعطوك الفيزا. حتى كل سفارة لها طريقة تعامل معين بموضوع الحساب البنكي. وجود مال كبير أو مبالغ كبيرة بالحساب لا يعني أنك أنت رح تأخذ فيزا وين ما كان أبدا. سمعنا كلام ان الشنغن راح تكون فيزا الكترونيه، اشرح لي اكثر عن هالموضوع. الفيزا الالكترونيه هي اوريدي في دول اصلا تقديم الاي فيزا مثل اليابان مثل سنغافوره مثل كندا، هي اي فيزا بس بتروح بتقدم يور باي الباسمات بس انت يو سبميت يور دوكيومنتس اونلاين. الشنغن حاليا معظم الدول لازم تروح انت على البارتنر تبع السفارات اللي هو بمعظم دول العالم في اف اس جلوبال. ففي اف اس جلوبال هو شريك للسفارات عندهم وهو بيستلم اوراقك وبيبعثها للسفارات. هم أعلنوا أنه راح تصير أونلاين إي فيزا أو أونلاين فيزا، يعني يتم الاستغناء عن الطرف الثالث اللي هو في أف أس، يعني هذا الشيء المتوقع. تصير أنت تقدم أوراقك، ممكن البصمة كمان تكون بطريقة معينة أونلاين أو بده يظل فيه مركز لأخذ البصمات للمرة الأولى، يعني هذا الشيء اللي سمعناه يعني، أو بس لسه ما دخل القرار حيز التنفيذ بعد الطريقة الأساسية يعني. طيب هذا القرار لو دخل حيز التنفيذ بما معناه أنه راح تصير أسهل؟ لا، بما معناه أنه صار المواعيد ما عاد بدك مواعيد مثل زمان عن طريق VFS بتروح شهرين وخمس شهور وعشر شهور، يعني هي بس توفير بالمواعيد وتوفير جهد الناس أنه خلص أنت يمكن صبت كله أونلاين، بتقدر تقدم كل أوراقك أونلاين بدون ما تضطر تحجز موعد عن طريق الطرف الثالث، ولهذا الشيء بيأخر خطتك بالسفر اصلا. الحين صارت لا يعني ليس لا الامر لا له علاقه بالسهوله ابدا. الحين سمعنا ان فيزا UK صارت لمواطنين دول مجلس التعاون والاردن برضو ETA صارت اسهل بالنسبه لهم. هي من زمان اصلا بالنسبه لدول مجلس التعاون هي كانت فيزا ويفر. UK الهوم اوفيس معظم مقيمي دول مجلس التعاون معظمهم كان منهم الامارات كان فيزا ويفر. هلا نضاف للفيزا ويفر جميع دول مجلس التعاون الخليجي صار انت فيك استبدل صار اسمه ETA Electronic Travel Authorization، يعني تصريح سفر الكتروني، وتم اضافه الاردن لهي الدول انه اعتبار من 22 فبراير صار في مواطني هاي الدول يقدموا على الفيزا اونلاين، فهو معفى من جميع السبورت دوكيومنت مثل حساب البنك وهي الاشياء بسبب جنسيته وبخلال بروتوكولات واتفاقيات بين الدول وبين البرنامج. تم الاعلان على هذا الشيء من شيء 6 شهور بالهوم اوفيس وسيتم البدء فيه ب 22 الشهر الحالي فبراير. طيب الواحد يوم يقدم على فيزا كيف يخلي ملفه قوي او هو داخل وهو واثق انا في اشياء ممكن انت في اشياء تكون متاحه باليد وفي اشياء انت ما فيك تعملها. اذا انت كنت مثلا جاي جديد على الامارات وعامل اقامه وعندك وظيفه لكن وظيفتك بدخل غير جيد انت ما فيك تعدل تمام، او تكون موظف بمؤسسه غير معروفه حتى ممكن يكون راتبك جيد نسبيا بس بسبب باعتبارات اخرى بيرفضوا لك الفيزا، لانه مثلا لما تكون انت موظف مؤسسه عاديه مش من لما تكون موظف بحكومه. صحيح تمام. فلو يعني هي هاي المعايير اللي بتحكم التاشيرات. طيب اخر سؤال، في شيء باليد وفي شيء مش باليد. صح. اخر سؤال عندي هذا شيء متداول بيننا نحن الشباب، يقول لك الحين لما اروح اقدم على فيزا هم يطلبون كشف حساب، في ناس تاخذ شهاده بنكيه مش كشف حساب، فانت شو تفضل شهاده بنكيه ولا كشف حساب؟ حسب السفارات، حسب السفارات بس يفضل كلاهما.
تاخذ اثنين احد منهم كلاهما، واذا بتاخذ احد منهم بتاخذ كشف الحساب. كشف الحساب مشان تبين ستابيليتي، مشان تبين حركتك بالبلد، مشان تبين انك عايش هون. الشهاده البنكيه هي اختتام رصيد، انه معي الرصيد هذا التوتال حقي خلاص. بس انت ما بتبين للسفاره من خلال الشهاده البنكيه انك انت عايش هون، انك انت مستقر هون، انك تصرف من هون. الشهاده البنكيه بس يعطيك التوتال، انك كم التوتال الاماونت اللي عندك انت. صحيح. فاللي يفضل الاول